الان بقول لكم كلام عشان ببدا الريكورد الان شغال، بس هذا الكلام ما بحطه، ركزوا معي. اول شيء طيب شو شو كنب بنضبط، الان بنضبط الجلسه، اللي اعطيك كف ثواني. والله امزح، والله مش راسك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأخوة والسادة الكرام، حياكم الله. مقطع جديد ولأول مرة في القناة. مود؟ لا مو بمود. وش اللي بنلعبه؟ وش بنلعب احنا؟ أمونجس. أيوه أمونجس بالفي آر. معنا شخصيات مهمة من العيار الفقير، منكدين على يساري، سكن شو اسمه كدر فضائي، الأستاذ عبد العزيز، الفقمة، تروك، من أنت؟ أبو مرعي. خلاص ادي اعطيك كف. يلا روح هناك بصمه سميه مخرج وراك بعرفهم. بس ثواني ممكن هدوء اعطيك كف، ورب الكعبه الف عليك اعطيك كف ولا كلمه. مخرج وظفرك الاصفر هذا اقول اص ابقس امك، والله ابقس امك. يلا هدوء بالله ثواني. عندنا شخصيه دقيقه تبي كف؟ دقيقة اسكت انت. الوضع غريب، قاعد اشوف قدامي ضفدع. عندنا شخصية والله ما قصرت، صايرة طاولة الآن. الطاولة وينها؟ اي والله الطاولة ابيك ترجع طبيعي. صامولي ترى الاوف ارجع صامولي. ايوه اسلام، وين رحت؟ الله يعطيك العافية. طيب يا جماعة وينكم؟ بيصير اليوم يا اخوان احنا راح نلعب امونج لكن بالفي ار. كل اللي تشوفونه الان تحركات، يعني انا اللي في راسي كذا اقابل قدامي الفضائي. تعال استخدم، تفضل تعال استخدم. السلام عليكم اخي طيبي، ما يحتاج شرح، في ار يعني واقعية، امونج اس تذبيح لايف. ونعم والله ونعم بالشرح. طيب بطريق تبي تقول شيء؟ حد يقول شيء؟ سامعكم يا اخوان، سامعكم. السكسبي يا عيال. وين اللي قال السكسبي؟ وين؟ انا والله احب راسك وقف، والله احب وقف، تعال والله ابوك. نبدا لحية يا اخوان. اذا عجبكم الطور هذا واللعب هذا، وجاز لكم بنزلكم منه زياده وبننوع. اول مره والله العظيم اني اول مره اشوف الرجال الطيبه ذي، لكن اقسم بالله انكم ونعم. بس ابو مرعي ترى ماني مرتاح. مو مرتاح هات له. طيب اليوم تجربه يا اخوان، اللي بتشوفونه تجربه، يعني يمكن تصير فيه اغراض. واضح؟ لا تنسونا باللايك والاشتراك. قنوات الشباب تحت، اللي عنده قنوات راح تكون قناه تحت. ممكن من الناس اللي يحرق حرق في الفي ار ومره خبير. نسمي بالله نبدا الجيم. يلا بسم الله. يلا قويه. يلا هات واخره. السلام عليكم، والله لو تدرون قديش تعبت عشان اضبطها لكم. فتكفون يا جماعة، لا تنسونا من اللايك والاشتراك. فاصل إعلاني بسيط، بس حق خسارة الفلوس على هذا اللي فوق راسي. فاصل إعلاني بسيط، رامي ودهم. عزيزي المشاهد، هذا فاصل بقول لك في حاجة مرة مهمة. الصدق جاني شد خفيف، ثلاث مقاطع ورا بعض تعبتني شوي وخليتني بريك يوم، لكن والله ما أوقف. اليوم مقطع والأسبوع الجاي لو في شيء دسم بينزل لكم. قبل أن ندخل في مقطع اليوم أبغى من وقتك 45 ثانية بسيطة وحلوة مرة لك. ليش أحمد؟ لأن اليوم بتكلم عن أكثر تطبيق استخداما وانتشارا واستعمالا وشراء في الستورات والبطائن، وكل ما تصير لي سلسلة أستخدم على طول، اللي هو لايك كارد. يا أحمد إعلانات خلاص يا أخي، لكن المرة هذه بضبطكم. اسمع، أول شيء اللي ما يعرف تطبيق لايك كارد، هو تطبيق عبارة عن مكان يبيع لك كل شيء تحتاجه من ناحية البطائق والستورات والأشياء اللي تستخدمها للعب أو للمشاهدة، سواء ببجي موبايل، فورتنايت، ستور سعودي، إماراتي، إنجليزي، ما اللي تبيه موجود. وأيضا بطائق الاشتراكات بشاهد ولجميع الاتصالات والإنترنت، أشياء مرة كثير. إذا شريت بطاقة بقيمة قليلة تدخل معاهم بالسحب على بطاقة قيمتها أعلى، يعني تأخذ مثلا 10 دولار يمكن تخش بسحب على 100 دولار، بتحصلونها في قسم اربح معنا. والآن نروح للنقطة الأفضل يا إخوان، إن برمضان هذا حاطين لكم كود باسم SXB إذا استخدمته يسوي لك خصم عزيزي المشاهد. وشكرا لكم، شفتوا كيف بسيط وفائدة لكم؟ الرابط تحت يا اخوان، حملوا التطبيق وعليكم بالعافية ومشاهدة ممتعة. نبدأ مقطعنا. هذا طيب شباب يلا تعالوا. وينك؟ طيب شوفوا الآن ايش بنسوي؟ ايش بنسوي؟ نبغى نحط الوقت. شوف هذا الفويد تايم نحطه أعلى شيء. يلا 300 ثانية. ليش؟ احنا ما نحتاج 300 ثانية، لكن عندنا تصويت نلغيه بسرعة. ممتاز. تمام؟ ممتاز. الامبوستر 2. حلو. ايه قبل ما نبدا، دقيقة قبل ما نبدا. هقول وقف. إذا جينا نحقق، ها؟ ما في أحد يدخل، يتدخلون أصواتكم مع بعض بالترتيب.
هذا يبدا يخلص اللي يبدا يلا بدا الجيم يا سلام بدا الجيم يا عيال تسمعوني انتو السلام عليكم اي نسمع يا عيال ما باخر تسمعوني طيب اسوي ميوت سيموت مع السلامه يا عيال انا امبوستر من اول جيم يا عيال انا امبوستر يا عيال انا امبوستر من اول جيم انا امبوستر من اول جيم اللهم لك الحمد الحمد لله تروك والله تروك من البدايه ايوه من امبوستر بالله لا لا ما حد فينا اسكت يا عيال او عشان جديد معانا في اللعبه اول جيم نمشيها حبي ها ثاني جيم نحرق بعد شكلها يلا كيف بسوي التاسك حقي الان انا بسوي التاسك بس الله يخرجك في نفسك يا اخي تكلم للجاي وش السالفة؟ أنا مسوي اجتماع تسمعوني؟ طيب صلوا على محمد صلوا على محمد والله ما أبغى أحلف اللعب ما فيها حلف كلكم يدرون اللعب ما فيها حلف بس اللي يطلع برا أيوة اللي يحلف يطلع برا بس بقول لكم اللي صار كيف بقول لكم اللي صار إيه ضل كهرب خفت بموت كان جنبي الضفدع الصغير اللي تروك 3D هذاك هو كان جنبي حلو ضل كهرب لفيت وجهي سويت كذا لفيت وجهي هنا ولقى عندي واحد ميت تحته مخطط عليه إيش صار إيش ذا ما أدري لو إني أنا قاتل بقول لكم إيش شفت بس حرفيا اللي قاعد يسوي قاعد ثبت الكام كذا ثبت الكام وابغى اتكلم لقيته ميت لعله كان يبغى يذبحني ومت بعدها عندي مشاركه تفضل المشاركه فضل. عندي يا طويل العمر والسلامه انا اصدق الرجال الخمرون هذا لسبب واحد فقط اللهم لك تدرون ليش ليش مو علشان ضيف عندنا احنا ابدا في امونجس ما في كرم ضيف في قتل هنا حلو. بس لكن لانه ايش لانه مستحيل يقدر يستخدم السبتاج بسرعه زي كذا اللعبه جديده مستحيل دون ايش استخدم سبتاج وذبح وين يا عيال تكفون بالعقل بالله بالعقل انا زين اعرف زين اعرف امسك حرك يدي انا بقول شيء انا وصامولي كنا مع بعض انا ابرئ صامولي عشان اخوك عند الشارع والله عشان اخوي هو كان معاي عند الزباله انا بنفضي الزباله عشان اخوك علمنا نبدا نتهين بطريق تعال يا بطريق تفضل عندي تعال نظام تيم علمنا ما ينفع اخوي ابري طيب انا ممكن ابري واحد بس اني شفته بس ما ادري ايش صار هذا عرفت صدمنا ايش ذا صدمتنا صلوا على محمد عرفت تذكرت شيء انا يوم اني كنت ماسك الجوال حلو يوم اني كنت ماسك الجوال هذا يا جماعه جاني صح اي انا جيتك ممتاز بعدها في جدة وين شلون؟ المكان اللي عبي فيه بنزين طيب ليش شلون ليه ما تتكلم ها يلا قول انا جيت عبيت البنزين مثل ما تروح شلون والجثة اللي كانت بالممر يا احد في البشكة هنا يبري هذا الشخص الكريم حد يبري ذا انا بري الرجال بري ابو مرعي هذا كان معي هذا معي طيب ادل نحط صوص على كلمك عبد العزيز على كلمك عبد الله قصدي وربي مو عبد العزيز يا رجال ايش يعني يبغى الحاله ليش يبغى الحاله صدقني يا عيال هذا الامبوست اخوي اسمه عبد الله يا عيال اللي اسمه عبد الله هو اخوي طيب الاجتماع الان بيخلص سويت سكيب انا الامور طيب بدل جيم طيب احمد اجيب العيد انا قاتل انا وين الان والله ما ادري وين يا عيال صبر يا جماعه معلش بس في كلمه بخاطري ودي اقولها تشوفون الزوم حقي بالشاشه جاي قريب مره والله انه مره ضيق صدري بعد ما صورت المقطع طلع ان الزوم عندي مو بضابط فانا اعتذر مره يا اخوان ان الزوم جاي شوي كلوز ان شاء الله مستقبلا راح يكون واسع وتقدرون تشوفون كل شيء زي ما انا اشوف حبيت بس اقول لكم كذا وكملوا المقطع انا اسف اوه انا غرفه لكم نافيجيشن اوكي نفس مونك ديم يعني اسمعني يا ولد اسمعني بطريق اسمعني انت القاتل بالله عليك مقطعي ما ابغى اموت لا صدق لا والله
يلا حركات في كده تقتلني ايوه ايش كله هنا يا تامر توي وخرني هنا بس وخر مني. طيب بشغل اوتو شلتو اوكي هذه هذا ميد بي يا ربي يا الماب ايش فيه اكسجين 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 يا عيال اكسجين الاكسجين يا عيال وين وين الاكسجين اكسجين ايوه الاكسجين ايوه الكود يا اكسجين الكود كم الكود كم الكود كم الكود اصبر بك كم الكود 6 الكود 3 5 تعال 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 الله يذكركم ما سويت عندي اتهام مباشر وينكم انا داري انا داري شفت خلوه يتكلم خلوه يتكلم خلوه يتكلم خلوه يتكلم ايفل 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 طلع يا اخي اخوان انا شفت كل حاجه بعيوني هذه اوكي اوكي حلو اوكي ثبت الكام يا ذا اوكي صاروا اول شيء صاروا اول شيء السبوتاج حق الاكسجين حلو خلاص اوكي بعدها خلاص انا فضيضه والصيني كنا عند الطاقه حلو ممتاز صامولي ولا ابو راس اخضر هذا وشلتون هذا إيه؟ كانوا عند الاكسجين حلو جيت انا طلعت من عند الفضائي جيت لقيت صامولي طيب. مقتول طيب صل هو انت شفتني معه صح بقول لك ايش صار بقول لك اللي صار الاثنين انتوا الاثنين لا 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 انا بقول لك اللي صار انت بخليك تتكلم بخليك بس برد على النقطه هذه برد على النقطه هذه برد على النقطه هذه جيت انا وعبد الله نبغى نصلح الاوتو حلو ابغى اصلح الاوتو انا ابغى افك البوش توك ما عرفت ابغى افك البوش توك ابغى افك البوش توك ما عرفت كيف افكه قاعد احاول افكه ما عرفت فايش صار جاء عبد الله قال صمولي بالخطا جاء عبد الله انا مصدقك انا جاء عبد الله جاء عبد الله يا عيال عندي جاء عبد الله عندي قال اسمع كذا قاعد عبدالله عندي قال لي اسمع اضغط اضغط على العلامه اللي طالع عندك اول ما قال لي اضغط على العلامه اللي عندك لفيت ابغى اشوف من يتكلم ولقى جثه في الارض فتهاي مباشره على عبد الله طيب تكلم بقول شيء يلا تكلم لا لحظه لازم واحد يطلع عيال انا وهذا وصامولي كنا قاعدين حلو عند الاكسجين حلو ممتاز وانا قاعد اعلم ذا يا الله هذا جاء بعد ما لفينا كان حسوا صامولي ورانا وهذا وهنا طيب ممتاز كمل كمل وهذا وهنا سبحان الله طيب يا شباب جاء دار فضفيض ويتكلم يلا دار فضفيض ولا اتكلم انا اسمعوني ايش السالفة القاتلة الاولى ما شفنا الاثنين هذولي حلو حلو القاتلة الثانية ما شفنا الاثنين هذولي حلو حلو فهذا البطريق كان معايا الصيني كان معايا انتم الاثنين انا ما شفتكم ابدا وقت القتلات طيب. انتم مختفين طيب. انا بقول بقول لك كلمه بس بقول كلمه واحده انا اتكلم اي لغه يا جماعه اتكلم اي لغه عربي صح عربي على العربي عربي اتكلم واضح يعني قاعد اقول لك اني انا قاعد احاول احط الارقام حقه الاكسجين لفيت لقيت جثة وهذا جنبي قاعد اقول لك هذا جنبي هذا جنبي يعني ايش كلامي وهذا ما ادري وينه انا ما شفتك طول الوقت انت كيف صوت اصلا جنبنا هذا جنبنا لا تقول جنبنا لا تقول جنبنا لا تحطني معك ما عرفت انا عن نفسي انا عن نفسي انا عن نفسي شاك من زمان شاك من زمان هي خزوعه الان بديت اشك في علبه الديو العائله يا اخي ليش ليش سويت شوف انا مزاج عشان قلت اخوك قبل شوي واخوك مات شوف العقل ما شاء الله بديت اتشخص الموضوع تبغى هياط عيون السالفه والله العظيم نقلبها ممكن نقلبها دبليو دبليو انت باقي سنه وياك والله صوت على هذا طلعوه اذا ما طلعوه طلعوني انا انتهى النقاش انا اشوف عن نفسي خزوعه يطلع مره ايوه لازم يطلع على كيفه لازم اقفز الصدر يا ابو اسمع صوت انا السلام عليكم انا بصوت على خزوعه ما شفتك ولا مره تامر توصي يا عيال الوضع صعب يا عيال ماني عارف ماني عارف يا عيال ماني عارف اذبح من اول جيم بوستر ماني عارف خلاص صوت خلاص هو يلعبوا كيشك يا بطريقه تعال يا ديو 1 2 3 4 5 يلا بوستر الله اكبر الله اكبر حلو ضفوي بمشي معاك ها
بمشي معاك عشان تصدقني. لا تمشي معاي، انا ما ابغاك تمشي معاي هناك. يلا شويت عيني عينك يا زلمة. الدنيا لعبة. عيني عينك شو تذبح؟ عيني عينك وش عينك؟ قولي ذبح قلت عيني ما هو انا. يا رب صل على محمد. لا تصدق ولا تذبح. لا لا بتكلم. عيني عينك شنو قوي عين؟ عيني عينك يا لعلم بالغابنا يا لعلم بالقهر. اقسم بالله بالغلط يا عيال والله بالغلط. لا تكفون الله ياخذكم والله بالغلط. ثواني ثواني عبد الله انت كل ما شفتني جنبك ذبحت. ليش ليش ليش؟ نكبت امي نكبت دين امي وشكلي. ابغى اجرب اللعبه. قاعد تذبح على طول تذبح يا اخي. ارحم امك يا اخي. اديه ما مشي معاك. روح جرب البس بيبسي. هنا يا جماعه الخير وصلنا لنهايه المقطع. اتمنى استمتعتوا بها تجربه جديده. واذا تبون زياده اكتبوا لنا تحت. لازم تعلمونا اذا عجبتكم ممكن نعد ونصير على اللعبه اكثر. الله يعطيك العافيه استاذ الغالي. شكرا للرجال والله ما قصرتوا تعبت واشكركم والله على كل وقت حطيتوه. شكرا بطريق الله يسعدكم. تبي تقول شيء في الاخير حبيبي؟ والله حبيبي الله يسعدكم. لا متاكد باذن الله. قنوات الشباب تحت. الله يسعد قنوات الشباب تحت يا اخوان. شكرا لكم. امان الكريم. مع السلامه.